ايوه هذا، اوه عبد السلام ما شاء الله. هذا بعد ايش نقدر نسميها زين شيء؟ شو اسمها يا عبد السلام؟ شو اسمها؟ هاي انا عندي سؤال بسيط لك، عطني السؤال يا عبد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، معكم زايد في لعبة فاميلي مان. هذا المرة شباب نبى نعوض الأخطاء اللي سويناها أول، أوكي؟ لأن الأول شباب جبنا عيد قوي بعد، فراح نحسن الوضع اليوم. عموما شباب قبل الفيديو نوصل فيديو إلى 214 ألف لايك. ويلا شباب بدكم نبدا. اوكي شباب وصلنا لهالمكان واكتشفت طبعا صح شباب غيرت خلاص مو نفس اول يعني. المهم تقول لي نظف هذا البيت ومدري ايش، ليش انظف؟ انت الزوجه سلامات. لا لا مو التك كير فيت. لا اوكي شباب عرفت انك تقدر تسوي سكيب يا شباب، انك تضغط هذا الزر ويعني ها راح يوقف الوضع. شكرا، كنت عارف ان في سبب اني اتزوجك. ذا فري مدري ايش ليبر ايش هذا؟ نعم هذا يبدو صح والله شباب ما ادري، بس المهم خلونا الحين اوكي شو السالفة؟ ذا كلين لينس ايكون وات؟ اوكي شباب يقول اذا بيتك صار موسخ يعني بالكامل جيم اوفر. الله شيء جديد هذا، بيتك يتوسخ تخسر سلامات. واو شو هالمكان شباب، بحس المكان جميل. اوكي شباب يقول لك لازم تسوي شورت، لكن كل شورت تسويه راح يقدم الوقت ب 15 دقيقة. اوكي يقول جيب النوت حقت هذا حقت الاعمال المنزلية، بس اني ما ادري وين النوت اصلا. والله شباب ما ادري وين النوت يا عمي، ايش السالفة؟ يمكن اطلع شباب الاقيه يعني برا، يمكن هنا نلاقيها. وات نتندو يا نتندو، شوفوا يا نتندو شوفوا ايش اللعبه تسأل. والله شوف عسل نتندو عرفوا على طول شباب كوبي رايت. يا اخي نتندو يا اخي هذا الشيء يعني تقديرا لكم يعني لازم تفهمون هذا الشيء. اني ويز موضوعنا مو بنتندو، موضوعنا والله شباب عسل البيت جميل شباب، شوفوا كيف يا اخي ما اقدر اشيله يا اخي، ما ادري شكله حلو يا اخي. يلا نو بروبلم، هنا ايش فينا؟ اوكي هذا المكان الحين قاعد ارفع لهذا شباب تنظيف البيت، الحين هذا يعتبر من تنظيف البيت يعني شو؟ يعني انا وسخ يعني ولا ايش؟ واو اوكي ما في شيء هنا شباب، فخلونا هذا الشورز راح يقول اقتل الجرذان اللي اسمه. طيب يلا راح نقتلهم. هذا عبد السلام، طبعا شاز غيرت اسمه خلاص يعني بدل مع عبد السلام عبد السلام. ما شاء الله هذا بعد ايش نقدر نسميها زين شيء؟ شو اسمها يا عبد السلام؟ شو اسمها؟ هاي انا عندي سؤال بسيط لك، عطني السؤال يا عبد السلام. ليش انت ما تروح للعمل؟ ما اروح للعمل لاني انطرت يا عبد السلام، لان الوضع مرات ما يشتغل مع العمل. حسنا عبد السلام رجاء يعني لا تروح في المواضيع، تراني انا ابوك راح تندق عبد السلام. الو عبد السلام ارجع للغرفه عبد السلام، روح ادرس. تو القطه هذه البكسل هذه ايش هذا؟ والمشكله شاب حاط ملابس القطوه بعد شوي. واو والله. anyways يا شباب الحين ايوه هذا شاب اكثر شيء اسمه ما قد اتصلت بوبي لم يأت. سالفة بوبي خلاص is gone. هل سمعت عنها؟ عنه؟ اكيد راح في مشاكل يعني، اتمنى انه ما يكون في مشكلة. لا لا ما عليك، ما مو في مشكلة الا هو في الموت يعني، مو مشكلة عادي. اذا شفتها اتصل فيها، ما عليك انا راح اتصل فيه وراح يرد عليه هو في القبر بعد. اوكي شباب هنا اي نيد تو يوز طفي طفي طفي، بس يقول لازم استعمل شو اسمه ايوه شو هالاشياء بعد. طبعا ابغى الحين اروح البيسمنت يا شباب. وش هذا كمبيوتر قديم هذا شباب مره. هذا اول كمبيوتر اشتريناه في العالم يا شباب. اني ويز يمكن هذول هم. طب اقتلهم عن طريق هذا صح ولا؟ استعدوا يا جرذان. ماي جاد كذا على طول تفجر يا شباب. ابلع ابلع هاي جيت ذا هيل اوت اوف ذير. حلو الحين في هذا شاب علامه فيس. حلو ليفل اب نايس. بيرك بوينت اعطوني بيرك. ايوه يقول كل ما تلفل يعطوك بوينت عشان يعني تجيب ابيليتيز. حلو هذه هي البيركات. نزيد الهيلث حقنا. يلا هذا بمنا يعني اول بيرك، والله شيء طبيعي اصلا كذا تزيد الهيلث فنزيد. عبد السلام شو وضعك؟ اهلين يا دادي. هاي كيدو ما اخبارك؟ انا بخير يا دادي. متى راح نجيب يا حبيبي وطف؟ يقول متى راح نجيب كلب؟ عندنا كلب واللي هو انت. هذا شو يبى كل حيوانات شو خاف بعدين يجي يقول لي يبى فيل. خلاص انقلع يا عبد السلام. هذا هنا في تعجب اتوقع مهمه ولا شيء. شكرا عشانك نظفت. انزين اوكي تقول عندنا اكل. بعد ما حصل في المكتب، اي مكتب؟ اعرف الوضع يبدو ضيق، لازم تروح للتاون تدور على بوبي. اوكي ما عليك راح ندور على بوبي. طب شو انا شفت هنا شور ثاني. ايوه هذا هو دو ذا ديشز يعني ننظف الاطباق. ايوه هذا هو الديرتي بليت. يلا نوديه هنا. ايوه حلو عبد السلام، مو عبد السلام قصدي شباب. هذا جو هذا شباب يعني انسان يعني يحب الخير، عرفتوا كيف؟ وسالفه ان صاحبه يموت وينطرد هذه شباب قويه. اوكي شباب الحين اطلع صح ولا؟
ايوه حلو، طلعنا من البيت يا شباب والحين راح نستكشف المدينة. اوكي اوه هذا الورع. لقد قلت انك سوف نتواصل، ماذا تريد؟ او تعرف الفلوس اللي تدينها. وات اي فلوس؟ ايه ما عندي اي فلوس. توقعت انك راح تقول هذا الشيء، عشان كذا هذا اللي راح نسويه. انت تدفع كل يوم شوية مبلغ شوية، بعد 20 يوم راح خلاص ننهي الاتفاق. طيب ليش اقبل على هذا؟ كمان تعرف كيف الوضع يشتغل. اوكي يعني على طول اول. اوكي يب يب، يقول راح اتصل في الشرطة لو ما 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 ما, ما سويت اللي اريدك تسوي. اذا جيبنا الفلوس كل يوم فاهم، وجيبه عند البيت ستور. هذا شاب يتنمر علي هذا شباب. خلاص شو نسوي شباب؟ ما نقدر نسوي شيء شباب، حرفيا ما نقدر. يقول اي يوم وات، يقول اي يوم ما تدفع فيه راح هذا راح جيم اوفر. وات يقول بعد يوم الجمعة راح تشتغل عندي، لكن اليوم حاول تشتغل في شو اسمه البرجر عشان الفلوس راح تحتاج ثق فيني. اثق فيك؟ نعم. اوكي وش نسوي؟ او توداي نحتاج شباب نطلع 50، احنا ما عندنا ولا شيء الحين. عشان كذا يا شباب اصبروا لوكت. واو والله شباب المكان جميل مره، والله هني المطورين صراحه يعني ابدعوا في هذا الشيء، الالوان والدجاج يا سلام على البكسلات. بس ما نقدر يا اخي نشله زين يا اخي، ابغى اشله معاي في الدوام. اوكي شباب انا نسيت ان هذا يعني لازم استهبل، لان اشوف الوقت يا شباب. هو قال لي انه بس في البيت الوقت ما يتحرك، فعشان كذا شباب لازم نروح بسرعه. طب اصبر ما نقدر. جريتنج سيتيزن، او هذول ما يعرفون ايش سويت شباب. بعدين راح اتكلم. خلاص الحين لازم نشتغل على طول، حياتنا الحين صارت صعبه حياتنا يا شباب. اوكي هذا هو برجر مدري ايش. اهلا بك في مدري وين، هل انت يعني تريد تنضم للعائله؟ انا لا اريد ان ازعجك، ولكن انت تريد شو اسمه عمل هذا عمل قلب البرجرز اكيد. سبحان الله راح يعطيني 50 بالضبط. اوكي يلا شور جيد. والان لا وات يقول ما احتاج اني يعني اعمل في هذا الشفت الخايس. اسمع اذا تريد بونس كاش فقط وات سكيم اليتل، يعني اسرق شويه من هذا، مو بهذا غير قانوني. من يهتم؟ لا انا اللي يهتم، اذا انت ما تهتم فانا مهتم. انا اكره هذا المكان واكره العملاء. اسمع ايش وطف، اذا تفلت في البرجر حقهم راح اعطيك شو اسمه. يقول شباب اذا تفلت في البرجر حقهم راح اعطيك كاش زياده. هذا مقرف. ايوه انا لدي مشاكل. او واخر شيء حاول انك ما يمسكوك وانت تسوي هذا الشيء يا حبيبي. ما راح اسوي انقلع، في كاميرات سكيورتي اذا شافوك ايوه راح تندق. بس انا ما راح اسوي هذا الشيء، هذا الشيء هذا بس الحثاله نفسك انت، هم اللي يسوون الشيء. انا انسان نظيف، انسان عندي عائله. اوكي يقول اشتغل لهذا لمده 3 ساعات. بس اصبر شباب قبل ما نشتغل، اوكي شباب خلونا نشتغل خلاص يلا. يس خلونا شباب نشتغل في هذه الوظيفه الجميله. اوكي مين يابا يا شباب؟ شو اسمه ايش في ديك ذا دو اور ستيل. اوه يقول لك تقدر تسرق هالاشياء. ميك برجر زير او تفل عليهم. لا ما بتفل. الله يعين شباب. كاميراز ار واتشينج. اها يا شباب نقدر نسويه اذا هذا مو نتفل يعني يا اخي. التفال مقرف. كسبر يا الهي انا جوعان. يلا ايش تريد زين؟ اوردر. اوكي فرايز، يحتاج فرايز. يا اخي المشكله. اوكي ويت. طيب ايش بعد تحتاج؟ بيبسي، بيبسيين. وطف دب انت شو. اوكي يلا هذا بيبسي الاول، وجيب بيبسي ثاني. هذا بيبسي ثاني و جيف مي ذس فرايز. اي وات جيب الفرايز يا ابن الحلال. ايوه اي مدير وين راح الفرايز؟ وات شو السالفة؟ هذا اوكي هذا فينش مكتوب. خلاص حلو. ايش دولار واحد بس نصاب هذا يا عمي. اوه ماي جاد والله شاب شكله وظيفة يعني. اوكي شاب شكله خلاص نحتاج ان نسرق صدقوا، لان شباب يا اخي لازم نعيش يا شباب. لايك كمان شوفوا بس. ثمانية دولار. اوكي حلو يزيد طلع. توقعت اقول المرة برجر. اوكي يلا دبل فرايز وايش بعد برجر. اوكي كيف اسوي برجر؟ هذا مكتوب فاينل اوردر. والله شباب ما ادري احس اني في مغرمشات سلطه نفس سبونج بوب كذا يطبخ. اوكي ما ادري ايش قاعد اسوي. 50,000 برجر هو بس برجر واحد. اوكي والله ما ادري ايش هالبرجر لكني حلو سويته. موني ايرن وات 14 دولار بس، مو قال 50؟ اي مدير شو السالفه؟ قال 50 يا شباب. نادش ستوبيد. اوكي شباب بس عندي 34 هذا دولار. لا تنسى انت ما دفعت اليوم. يا اخي انزين لازم مره ثانيه يا شباب اشتغل ولا؟ حلو اعطاني بونس شباب نايس والله اسطوره شكرا. ويل 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 لقد عندك فلوس. يلا حان وقت انك تدفع. يا ليل الليل يا اخي هذا والله شباب يتنمر حرفيا يا شباب. يتنمر يا شباب. يا اخي انت الشرطي شوف ايش قاعد تسوي هذا. الله شباب لو قلت للشرطي راح هذاك يقول له ترى هذا قتل مدري ايش. يلا شباب راح ندفع له ونشوف الوضع كيف راح يكون. سبرنت وانا ايش قاعد اسوي من اول قاعد اركض. بعد حط لي كذا شو اسمه خزنه.
والله انت يا اخي اذلني، تراك اذلني. ها انت ذا، ما كان صعب اليس كذلك يا اخي؟ جست شت اب، اسكت. اذا تحتاج كاش زياده في ايش؟ في وظائف زياده في البيت ستور، تقول الفلوس راح هذا ترتفع. او ماي جاد. طيب يا شباب اقدر خلاص ارجع البيت، بس اني شباب خلوني اشتغل وظيفه ثانيه هناك في كويست شباب اتوقع، فخلوني اشوفه. هاي هذا الشباب اللي عنده تعجب، خلونا نشوف وضعه. اوكي شباب، هذا يقول لي عنده وظيفه تكسير اشياء بس انه 15 دولار بس. ام سوري صراحه، 15 دولار شويه يعني، انا احتاج اكثر. سلامات، 15 يوتيوبر انا ترى احتاج اكثر. اوكي انا شباب تصدق ايش بساعده بما ان عندنا وقت، فانو بروبلم. اوكي يقول هذا راح انتظر، يقول اكسر الاشياء. اكسر ايش؟ زين هيو ايوه، ايش السالفه بعد؟ نعم يو لوكينج ايش فور قرب؟ شو قرب؟ والله ما ادري ايش هذا قرب شباب. اوكي والله ما ادري ايش وضعهم هذول اغبياء يا اخو. شاب مع نفس الوظيفه الخايسه حقته هذا، ما ادري صح ايش الوضع. خلوني شباب ارجع، بما انه بس باقي ساعتين على وقت النوم. والحين شباب في هيتمان ميشن، وهنا في دليفري ميشن. وات اخذت هذا. اوكي شباب راح نسوي هذا المهمه على السريع، اتمنى انه ما هذا شباب. او ماي جاد. اوكي شباب يعني راح نلعب ديث ستراندنج، راح نسوي دليفري. يلا اصلا انا خلصت ديث ستراندنج فعادي يعني، دليفري شيء طبيعي. اوكي يا رب انه يكون مكان قريب، لان خلاص باقي شويه على وقت النوم. اوكي ويرد باكج. بس وات نودي الزباله؟ وات اعطوني فلوس بعد؟ اوكي والله حلو. هذا هنا شاف في كارما. يعني الوضع نفس ردد، ها تسوي اشياء خير الناس يعاملوك بخير، والعكس صحيح. اوكي يقول لي خلاص باقي ساعه، يلا راح ارجع يا اخي. الوقت يمر بسرعه، سلامات. شنو ذي؟ يلا ها رجعت نو بروبلم. اوكي شباب يقول لك روح فوق لغرفه الاطفال واقرا لهم كتاب، او اقرا لهم قصه، واقرا لهم قصه، لانك لو ما سويت كذا العائله راح تفقد شو اسمه يعني السعاده. ايوه يلا راح نقرا لك قصه يا عبد السلام، راح نقرا لك قصه، يعني قصه جايد جيمزر الاسطوره. هذه يا عبد السلام من افضل القصص في التاريخ. اوكي شباب راح اقتل كم من جرذ عشان يعني هذا شو اسمه وسخت البيت. حلو شباب اعطوني هذا بوينت، فراح نزيد الدمج حقنا، وراح نسوي شور ثاني. يلا ما في مشكله، راح ننظف يعني شباب. هذه شباب ما منها فايده، بس تقعد تمشي، انا اللي اسوي كل شيء. اوكي يلا نحتاج هذا. هذه اوكي، هذا ايزي شاب، هاوس فليبر تايم. يلا او ماي جاد شكله بيطول كذا، يطول يا اخي عسى المفروض. اوكي عادي يلا نظفنا كل شيء. اوكي شباب يلا خلونا نروح فوق ونقرا لعبد السلام قصه جميله. اوكي اتوقع هذه غرفه. ايوه هذا هو عبد السلام، اهلين يا عبد السلام. ما القصه اليوم يا ابي؟ مو يا ابي لا يعني هذا قصة عن الفار. اي فار انت؟ ايه قول قصة عن زايد جيمزر. احب الفئران لانك فار، ولكن ليس الذي في شو اسمه في القبو. نعم هذولاك ما ليس جيدين. المهم كان في ثلاث فئران عميان. لماذا كانوا عميان؟ يا اخي انت شش، خلني نقول قصة بعدين انت تقول كل شيء. حسنا هل احد ضربهم؟ انا لست متأكد. ليش اي شخصية راح يأذي الفئران؟ اعتقد انهم يعني انولدوا هم عميان. انا لا تعجبني القصة يا حبيبي، انت شو اريد اروح لل يا عمي انقلع، انت عمي انسان يعني انت احوت. راح يكون شيء حلو انك تبقى في البيت. نعم بالتأكيد. زاد هذا الهابينس يا عمي. شو عبد شلون هذا اللوع يا عمي؟ شو هذا؟ يقول لي ليش هذول المدري ايش؟ يا عمي تقول ما عندنا اكل. ما في مشكلة راح ادور على اكل، وانت انت لا تسوون شيء ها؟ المرة في شيء جديد يا حبيبي. والله هذا الحين ادير له 70 دولار، او ماي جاد. اوكي شباب انا صراحة ما ادري متى القصة بتمشي، احس انه كذا كله يعني قاعد اسوي اجيب فلوس كذا. احس الوضع ملل يا شباب، نبى القصة يا شباب. اوكي شباب بعد ما لعبت كثير صراحة الوضع مو بس ملل، مرة 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 ملل يا شباب. الشيء اللي اسويه كله نفس الشيء حرفيا، تكرار مو طبيعي. كل مرة كذا يجي اليوم ادفع لهذا، بعدين اروح عند واحد ثاني يقول لي روح جيب لي هذا نفس الكلب، بعدين نفس الكلب اروح هناك بعدين اجيب لهذا، بعدين واحد ثاني يقول لي روح جيب هذا، بعدين ارد. يا اخي الوضع شر جدا جدا ممل يا عمي، مهام جدا جدا غبية، لايك مرة غبية، والقصة حتى مو قاعدة تمشي، يعني ما ادري متى بنقعد كذا خلاص للابد يعني. شو ولا صبر، هو اتوقع قال 20 يوم، لكن 20 يوم اسوي هذا الشيء والله معليش كثير مرة يا شباب، حرفيا الوضع ملل بشكل غير طبيعي. اول شباب خلاص راح اضطر اني اكنسل السلسلة، مع اني توقعتها راح تكون شيء جدا رهيب، مع انه يا اخي والله حرام يعني كل هذا التصميم ويروح وكذا يعني حرام يعني صراحة. لو كانوا مهتمين القصة صراحة كان افضل، يعني افضل من هذا الشيء
كل شوي اروح هنا بعدين مدري كيف، شيء جدا غبي. عموما شباب هنا وصلنا الفيديو، اتمنى عجبكم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات لكل جديدي. كمان بلايت وسيا.